ماذا تعرف عن حرب الفيتنام؟ وقعت حرب الفيتنام خلال الفترة بين سنتي 1954 و1975، وهي صراع امتد لفترة طويلة بين الحكومة الشيوعية لفيتنام الشمالية وحلفائها في فيتنام الجنوبية الذين عرفوا باسم فيتكونغ، ضد حكومة فيتنام الجنوبية والتي كان حليفها الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم اعتبار هذه الحرب مظهرا من مظاهر الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وحلفائهم، وقد أطلق عليها اسم الحرب ضد الأمريكيين لإنقاذ الأمة أو الحرب الأمريكية في فيتنام. بدأت حرب الفيتنام سنة 1954 بمشاركة الولايات المتحدة، فبعد أن استولت القوات الشيوعية على الحكم في شمال الفيتنام، استمر النزاع المسلح بين جيشي الفيتنام الشمالية والجنوبية، حيث انتهى في شهر ماي من سنة 1954 بانتصار قوات الحكومة الشيوعية الشمالية في معركة شهيرة تسمى ديان بيان فيو. وفي يوليو من سنة 1954 وقعت معاهدة في مؤتمر جنيف تم خلالها تقسيم فيتنام على طول خط العرض 17 إلى شمالية يسيطر عليها هو، وجنوبية تحت سيطرة باو الذي تم إقالته من قبل السياسي الذي كان ضد الشيوعية نجو دي ناديم، ليصبح رئيسا لفيتنام الجنوبية بدلا منه. وقد دعت المعاهدة إلى إجراء انتخابات وطنية تهدف لإعادة توحيد الفيتنام سنة 1956. استمرت الحرب بين الفيتناميين الجنوبيين والشيوعيين في الشمال بالرغم من اتفاقية السلام التي تم عقدها، وفي أوائل سنة 1975 شن الشيوعيون في شمال الفيتنام هجوما على الجنوب، ورفض الكونغرس الأمريكي في تلك الفترة مساعدة فيتنام الجنوبية، مما أدى إلى انهيار المقاومة فيها واقتحامها من قبل القوات الفيتنامية الشمالية في 30 أبريل سنة 1975. وفي سنة 1976 تم إعادة توحيد فيتنام رسميا، وقدرت الخسائر الأمريكية في هذه الحرب بأكثر من 50 ألف قتيل، كما بلغ عدد قتلى الفيتناميين الجنوبيين أكثر من 400 ألف قتيل، أما الفيتناميين الجنوبيين مع الفيت كونغ فقد بلغ عدد قتلاهم أكثر من 900 ألف قتيل.